شفنا ليلى ضمن الفاصل اللي كنا عم نشوفه بعض العادات القديمه برمضان اللي ارتبطت بالذاكره، يمكن اخر شيء شفناه هو المسحر، واليوم ايضا ضمن فقرتنا رح نروح لنحكي عن طقس كنا نعيشه ونحن صغار، كنا دائما نقول يا الله ايمت رمضان، نقولوا نستنوا الهلال لحتى يهل بيثبت اذا بكره او لا بعد بكره، فنحن كنا صغار يعني ما نقدر نعرف شو يعني هلال او كيف نحن لازم نشوف هذا الهلال ايمت وقته بالضبط، ولكن اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن هذا الطقس الجميل اللي متعلق بارواحنا وبذاكرتنا. تماما يا رشا، رح نتعرف على طريقة رصد هلال رمضان وكيف هي الطقوس عم بتكون، وأيضا أبرز الظواهر الفلكية اللي ممكن ترافقنا بشهر رمضان مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور محمد عصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ليلى، يسعد صباحك رشا، كل عام وأنتم بألف خير، رمضان مبارك عليكم. مثل ما تفضلتوا فعلا يعني طقوس رمضان بالذات ببلاد الشام والهلال وسبتوه ما سبتوه، ولهلا عندنا هي القصة وفي بيترافق معه على فكره كان عادات حلوه. يعني بذكر انا يعني لما عم ادرس الموضوع تاريخيا عم رجعك. اول شيء خليني اقول لك صباح الخير. صباح النور، اسف رجع. رمضان كريم دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نرجع نحن وياك هيك لذاكره كثير حلوه، اليوم كلنا بنحن لها، بنقول اسال الله ايام زمان. اي والله يعني كانوا يجوا بقافله على الجامع الاموي على مئذنه العروس، يطلعوا على مئذنه العروس ليلتمسوا الهلال وينتظروا الناس نزول اللجنه الشرعيه ومرورها باسواق بلاد الشام. نحن عم نحكي من زمان لتقول لهم الناس وهن ماشيه بالعربات كل عام وانتم بخير شفناه او متمم وما شفناه. هلا العلم يمكن سهل الامور، هلا صار في عنا علم، صار في عنا دراسه، صار في عنا تلسكوبات، صار في عنا تقنيات حديثه جدا، لكن رغم وجود هالتقنيات الحديثة لساعتها الروحانيات موجودة. يعني صحيح. بالأمس كان عندنا مثلا ليلة 29 شعبان جلسة الالتماس. سابقا كان جلسة الالتماس إلى طقوس شرعية، اليوم صار عندنا طقوس شرعية وعلمية، صار في عندنا ظاهرة فلكية ممتعة جدا تسمى هلال رمضان. كيف رصدتوا هاي السنة؟ كثير حلو يا رشا. كيف رصدنا؟ أول شيء نحن جهزنا تلسكوبات بمعظم المحافظات، حطينا تلسكوبات عامة، يعني اي انسان حابب يعرف كيف القضيه بتصير بيجي على المرصد، بيجي على المكان اللي عم نرصد فيه بس بدمشق. المرصد الفلكي السوري فتح ابوابه، اجتمع عدد كبير من الناس. نحن قبل بوقت بنكون مجهزين الدراسه الفلكيه ومقدمينها للمجلس العلمي الفقهي. القمر جرم سماوي بدور حول الارض، والارض والقمر بتدور حول الشمس. دوران الارض حول الشمس ودوران القمر حول الارض ولد علينا ولد لنا تقويمين، التقويم الشمسي الناتج عن دوران الأرض حول الشمس والتقويم الهجري الناتج عن دوران القمر حول الأرض. طيب الأرض لما تدور حول الشمس بتدور بشكل سلس، ما إلى أطوار، نحن اللي عم ندور وبالتالي ما بنظهر بأطوار، فنتج التقويم الميلادي اللي هو حسابي يعني بالورقة والقلم. إمتى عيد الأم؟ من هون لمئة سنة لقدام نقدر نعرفه، نفتح التقويم بنعرفه. أما القمر بالعكس، القمر نحن اللي عم نشوفه مو هو عم يشوفنا، وبالتالي بيظهر القمر بأطوار، هلال، بدر، تربيع أول، أحدب إلى آخره. فكل بداية شهر بيظهر معنا هلال. إذا بدأنا شهر ما وانتهى، انتهى معه أطوار قمره، منبلش صفحة جديدة لهلال جديد. لكل شهر له قمره، أطوار قمره. اجينا لبداية رمضان، شفنا إمتى بيولد الهلال، لقينا إنه الهلال بيولد الساعة 12 دقيقتين ظهرا بالأمس. إذا ولد الهلال قبل غروب شمس ذلك اليوم. بالأيام الهجرية يبدأ اليوم بعد غروب الشمس، مو مثل الميلادية، الميلادية الساعة 12 بالليل بلشنا يوم جديد. أما بالهجرية لا، بيبدأ اليوم بعد غروب الشمس، وبالتالي نحن الغروب هو الأساس عنا. منشوف القمر إمتى ولد، إمتى خرج القمر من لحظة المحاق، قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ قبل الغروب. هي نقطة. النقطة التالية منشوف مين بيغرب أول، الشمس ولا القمر؟ القمر. إذا غرب القمر أول خلص انتهى الموضوع، بيتمم الشهر وترفض شهادة الشهود لأنها ظنية. لا، القمر مثل امبارح بيغرب بعد الشمس. إذا القمر موجود في السماء عندما غربت الشمس، وبالتالي الهلال موجود في السماء عندما غربت الشمس، ففلكيا يكون الشهر دخال. بيبقى بقى جلسة المجلس العلمي الفقهي اللي هو صاحب القرار في الجمهورية العربية السورية، نحن بنعطيهم هالمعطيات وهن بقى بيقرروا شرعيا متى دخول الشهر. يعني اجواء جميله جدا، مو سهله. يعني انتم لما تتصوروا عدد الناس كلها المتشوقه، هلا صح امبارح ما شفنا الهلال، اعتمدنا على رؤيه دول الجوار لانه كان عندنا غيوم بالافق والى اخره، وكانت رؤيته وزاويته وحسابيا كان ما بيظهر عنا، ولكن
روحانية رؤية الهلال جمالي طقس جمالية. جميل تذكرنا بالماضي أكيد. وسبتوه ما سبتوه وانت حيسبتوه يا الله بكرة صيام ولا مصيام يعني كلها هي أجواء كثير كثير حلوة يجب أن نحافظ عليها لساتها مرافقتنا من احنا وصغر بتفطر أكثر تمام يعني هي بتفطر أكثر بكثير يعني عيد الفطر كأطفال يعني تماما وعيد الفطر بترافق مع العيدية مع العيد المصاري تماما الأطفال بدهم إياها قبل بيوم يمكن لسه في عندنا هي الروح أو لسه بنفكر أو بنحب هي الشغلات حتى لو كبرنا لأنه نحن عشنا فيها وتعودنا عليها ونحن صغار لهيك يمكن بنحن لها ويضل في عندنا هذا الهاجس لها دكتور خلينا نحكي عن رؤية الهلال بين رؤية بالمراصد وبين رؤيته بالعين المجردة هل ممكن يكون في تناقض؟ كثير حلو ليلى مثل ما تفضلتي فعلا عشنا هالأجواء وهي الأجواء يعني لازم نضل متمسكين فيها يعني فعلا هي من أجواء بلادنا وشيء نزرع بداخلنا صحيح. هي من روح بلادنا فلازم يعني هو تراث لا مادي فكتير مهم نحافظ عليه سؤالك كتير كتير مهم وكتير ضروري نسلط الضوء عليه يعني اليوم احنا عندنا واحد رمضان يوم الاثنين طيب في دول بكره واحد رمضان صحيح طيب ليش الخلاف شو السبب السبب بكل بساطه هو خلاف وجهات نظر يعني ما هو قضيه خطيره جدا هو قضيه صحيه جدا الفكره كالتالي الهلال كجرم سماوي هو جرم فلكي فهناك دول تعتمد على الحسابات الفلكيه نحن نقتنع بالحسابات الفلكيه جماعه الفلكيين جماعه صادقين ما عندهم واحد زائد واحد اثنين فبيعتمدوا على الفلك بهالحاله شو بيقول الفلك بيمشوا عليه جماعة تانيين بيقولوا لا نحن ما بدنا فلك نحن بدنا نرجع للعادات القديمة جدا أنه نشوفه بعين المجردة مثل ما تفضلتي والرؤية تسمى بالعين المجردة بموقع واحد يعني لا يؤخذ باختلاف المطالع يعني أنا هون قاعد بدي أشوفه هون إذا شافته رشا قدامي لا تقبل للرؤية هي اسمها واحد اختلاف مطالع أنا مطلعي مختلف عن مطلع رشا لكن هون المصيبة ليلى رشا أنه نحن عم نعيش بحالة تلوث ضوئي ومناخي غير مسبوق هذا رفع الأفق ارتفاع الأفق جعل من الصعب رؤية هلال اليوم الأول كتير صعب طبعا عم نحكي عن الرؤية العينية ما عم نحكي عن التلسكوبات طيب جينا نحن دخلنا حل الوسط إلنا منجيب التلسكوبات التلسكوب مثل النظارة أنتوا لما تقروا ورقة وحتش نظارة لا سمح الله الله يعيشكم هل الورقة بتتغير؟ لا الكلام رؤية. بيتغير لا رؤية. لما تحكوا تماما لما تحكوا تليفون اللي عم تحكوا معه بيتغير كلامه اكيد لا لا والتلسكوب نفس الشيء لا يوجد شيء غير موجود التلسكوب بيكبر شيء موجود شيء شايفينه لكن ما عم نقدر عيننا تلتمسه لكن موجود فاجى التلسكوب سهل لي هذا الشيء فاجوا المراجع الدينيه قبلت بالتلسكوبات وبعضها ما قبلت اذا الخلاف ليس فلكي الخلاف فقهي شرعي هل تعتمد رؤية التلسكوبات أم لا تعتمد هل يعتمد الفلك أم لا يعتمد هون بقى كان الخلاف بدخول الدول ببداية شهر رمضان المبارك بسوريا هناك فتوى تسمى الفتوى رقم 7 بمجلس علمي الفقهي تأخذ بعين الاعتبار العلم بشكل كتير كبير وهذا إنجاز لبلدنا بكل تجرد وصراحة تأخذ بالتلسكوبات والرؤية التلسكوبية وهذا شيء جيد عطونا حقنا نحن كفلكيين أنه أنتوا يا فلكيين هذا الموضوع بخصكم أنتوا لازم تكونوا موجودين معنا لازم تعطوا رأيكم ولازم تكونوا مجهزين تلسكوباتكم الرؤية التلسكوبية مقبولة وهذا الشيء المنطقي يعني مثل الكاميرا مثل أي شيء ما بيوجد شيء غير موجود والتلسكوب أصبح اليوم تقنياته عالية ومريحة جدا أنا بعطي لك تلسكوب أو أمر روح على القمر بضل متابع القمر من وقت ما بيولد لوقت ما بيخلق فأصبح الأمر أكثر سلاسة أكثر علمية فمو غلط أنه نحن نتجاهل هيك ظاهرة إذن هذا السبب ليلى بالاختلاف ما بين الرؤية البصرية مثل ما تفضلتي والرؤية الفلكية والحسابات الفلكية حسابات الفلكية الحسابات المجردة بالورقة والقلم دخول وخروج حسب الفلك دون التماس وهي عدد قليل جدا 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 من الدول بتبعوها خاصة الدول الأوروبية يعني المجلس الإسلامي بأوروبا وأستراليا والدول اللي ما عندها الطقوس الحل الوسط اللي هي عنا اتخاذ وبمعظم الدول العربية 90% من الدول العربية أنه نأخذ طقوس رمضان جلسة الالتماس والتلسكوبات و مع الأخذ بعين الاعتبار العلم الجهة الثالثة أنه لا أنا ما بدي علم ما بدي شيء بدي أرجع للقديم كتير وشوفه بالعين المجردة وهدول يمكن صفة دولة أو دولتين بالعالم كله يعني صفة عددهم كتير كتير قليل لأنه ما عاد حدا يقدر يتجاهل العلم واليوم الاحتباس الحراري صار واضح والتلوث الضوئي فوق منه صار أوضح بكتير الإضاءة بتحجب القمر القمر شعرة
الهلال شعره. عشان هيك ليلى رشا لما نشوف الهلال نحن لحاله احتفاليه صحيح، يعني السعاده اللي بتكون كثير كبيره انه عم نشوف شعره بالسماء. تخيل سمك الشعره بالضبط، يعني اوبا ثواني دقائق واختفى. فلقطه ورؤيته واصطياده متعه. طيب اليوم متعودين نحن على نشاطاتكم، متعودين على دائما عندكم شيء جديد، يعني حتى اذا ما في انتم عم تبحثوا لحتى تعملوا نشاط. اليوم خلينا نروح لشهر رمضان الكريم، شو اهم الظواهر الفلكيه اللي ممكن نشهدها وهي اليوم بحاجه لادوات خاصه او ممكن نشوفها بالعين المجرده؟ دخل ضحكتني رشا، نحن قبل فتره يعني حضر كنا لهلال رمضان فلقينا انه معنا يوم فاضي، عملنا شيء اسمه الفلكيات، يوم المراه العالمي. كل عام وانتم بخير، يعني كان احتفالي بيوم المراه العالمي، عملنا نحن نشاط الفلكيات بجمعيه الفلكيه السوريه، عملنا له نشاط يعني حلوه اللفته، يعني اليوم لازم نشغل حالنا ما في مجال. هلا برمضان كنا متاملين انه نرتاح شوي لكن ما في راحه. برمضان على حظنا السنه بيصادفنا ثلاث ظواهر بغض النظر عن هلال رمضان وهلال العيد، يعني كمان هذا لحاله ظاهره كثير مهمه واقبال الناس عليها اكثر من هلال رمضان. عندنا خسوف وعندنا كسوف برمضان. لكن هلا الخسوف جزئي شبه ظل مو كثير واضح، الكسوف لا يظهر بمنطقتنا، ولكن الظاهرتين لازم احنا نتابعهم وندرسهم. الخسوف بيجي بمنتصف رمضان، بيجي القمر بدر، لكن القمر ما بيكون خلف الارض، بيكون خلف الغلاف الجوي للارض، فبيسقط الارض ظله على القمر فيسمى شبه الظل. يعني كانه، وهذا بيثبت كرويه الارض، لانه بيظهر المنحني الارض عم تسقط ظلها على القمر، فهي ظاهره ممتعه جدا بمنتصف الشهر القمري. اذا يظهر الخسوف معنا عندما اكتمال القمر. 8 نيسان عندنا كسوف، وبالتالي ولاده هلال العيد يترافق مع هذا الكسوف. الكسوف ايضا لا يظهر بمنطقتنا. عندنا فجر يوم 10 نيسان، فاذا بيولد، نحن صرنا اوريدي بنعرف امتى بيولد هلال العيد، هو ب 10 نيسان، ب 9 نيسان عفوا، لانه 8 نيسان الكسوف، ب 9 نيسان بيولد الهلال. فالكسوف والخسوف ساعدونا السنه كثير لتحديد بدايه ونهايه شهر رمضان. راح تلاحظوا انه كان هذا الشهر سلس فلكيا، يعني حيكون لهم تاثير هدول الظواهر بشكل عام. هلا حيمرقوا هيك بما انه غير مشاهدين بالعين المجرده، يعني الكسوف غير مشاهد نهائيا ببلدنا، والخسوف شبه ظل، يعني نحن اذا ما عندنا يعني التلسكوبات فقط اللي بتلقطهم، لانه هو تغير بسيط بلون القمر، لون القمر الرمادي بيسود شوي، فبس الاجهزه الدقيقه بترصده، اما العين المجرده ما راح تشوفه، وبالتالي ما في اي عليهم اي تاثير سوى انه راح يساعدونا بهذا الشهر الكريم بالبدايه والنهايه. على فكره منيح سؤالك رشا، لانه كثير اجانا تساؤلات انه في كثير قضايا وقصص ومعطيات بتقول انه اذا صار كسوف وخسوف برمضان يعني الدنيا باخر وقتها اولا هذا الكسوف مو عنا، هذا الكسوف بالمحيط، والخسوف كمان مو عنا، والخسوف شبه ظل، يعني هذا الخسوف ما كان معروف بزمن اول، هذا خسوف جديد، لا هو كلي ولا هو جزئي. واثنين، الخسوف والكسوف ظاهرتين متكررتين، كل سنه عندنا كسوفين وخسوفين على الاقل، في سنوات بتصير ثلاثه اربعه، هاي السنه عندنا كسوفين وخسوفين، فهي ظاهره متكرره لا تحمل معها طبيعية. اي خطر، ووقفوا دعوه يعني اللي للاسف الشديد بسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقفوا ربط تماما الكسوف والخسوف بالزلازل، يعني من هلا بلشوا يمهدوا انه بنص رمضان زلزال مدمر بسبب الخسوف. يا جماعة ما له علاقة، هو ما مرتبط فيه بأي شيء، فورا الفكرة الأمر كل شهر بدر، يعني كل شهر بده يصير زلزال، والخسوف هو بس بكل بساطة مرت الأرض بين القمر والشمس، انتهى الموضوع. وللأسف بتحس نحن يعني مجتمع بننجذب وراء الشائعات دائما والأقاويل، وفي منهم يمكن بينسبوها بيقولوا لحدا كبير بالعمر أو كانوا قبل هيك يحكوا أو كانوا قبل هيك يعملوا. خلينا نحكي، ذكرت حضرتك أبرز الظواهر هي الكسوف والخسوف، في ظواهر ثانية ممكن تحصل بشهر رمضان؟ طبعا هلا بشهر رمضان يمكن هدول الظاهرتين أبرز، ولكن نحن في عندنا ظهور لكوكب المشتري بشكل جميل جدا في سماء معنا، كوكب الزهرة بدأ نحن هلا بتعرفي بتبلش عندنا سحور والفئة قبل شروق الشمس، وبالتالي تظهر كواكب أكثر، يعني نقدر نشوفها الزهرة لامع جدا الآن قبل شروق الشمس، واضح جدا في السماء وممتع جدا مثل عفوا مثل اللمبة بالسماء معلقة، يعني مثل فوانيس رمضان. ونحن أساسا بنربط إذا لاحظتوا الأيقونات اللي بنحطها نحن الهلال مع نجمة،
دائما نحن اذا هي رسمتنا من زمان لا الورا هلال ورسه ونجمه. شو الهلال فهمنا؟ هلال شهر رمضان والعيد. طيب النجمه شو؟ النجمه هي مو نجمه، النجمه هي كوكب الزهره. كوكب الزهره يترافق دائما مع ظهور الهلال. صح ببدايه الشهر او بنهايته يترافق الهلال بظهوره مع كوكب الزهره. هلا رح يترافق الهلال مع الزهره مع نهايه الهلال. لا والشهر الماضي ترافق مع نهاية الهلال، لكن مع الأيام بترافق مع بداية الهلال، ولهذا نحن شعارنا الهلال مع النجمة، نتذكر مو نجمة هو كوكب الزهرة اللي هو ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر، ولهذا أخذ كمثال كربط هذا الكوكب يرتبط مع هذا الهلال، وعلى فكرة هو مؤشر لرصد الأهلة، يعني نحن لما نشوف كوكب الزهرة خلاص نعرف وين الهلال، دليل أرما مؤشر هاي الزهرة لكن لازم يكون الهلال هون. فهي من الظواهر كمان الجميلة جدا أنه نتابع حركة الكواكب لحتى نوصل لأطوار القمر وحتى نضبط مواضيع مواقيت أشهرنا ونضبط إمتى العيد، لأنه كمان قضية العيد ما لا سهل بنوب علينا وهي حمل. هلأ دخلنا بنيسان بقى بيدخل علينا الهطل الشهابي، مرور الأرض بزي المذنب، ظهور المذنبات، يعني نقلب بقى على الصيف على الظواهر الفلكية الصيفية. الظواهر الفلكية الشتوية عندنا تختلف عن الصيفية، الصيفية في عندنا هطل شهابي أكثر، في عندنا متعة برصد حركة الكواكب، التجمعات النجمية والمجرية كلها بالصيف بتكون مميزة أكثر. طقس بيساعد أيضاً بوقتها 100%، يعني الغيوم هلا كثير بتأثر علينا، يعني بتحجب. صحيح امبارح يعني كنا بالتماس هلال شهر رمضان، لقينا بالأفق كمية كبيرة من الغيوم حرمتنا حتى من انه تحجب الرؤية، وكان في امطار ببعض المحافظات في حما بالساحل، يعني كمان هي كانت مثلا لو هلا السنه الجايه مثلا بيجي رمضان اكثر بالشتاء الناس تنبسط اكثر، بس نحن ما بننبسط اكثر لانه بتحجب علينا رؤيه الهلال اكثر. هلا السنه الجايه بيكون بواحد اذار تقريبا، فدخلنا بقى رمضان بالشتاء، يعني بعد الافطار تبع الساعه 4:30 5 الا وقبل منه بعد منه بسنه بشباط، يعني بعد سنه بشباط، يعني دخلنا رمضان بقلب الشتاء. صحيح، يعني في حتى نحن شغله حلوه بننشرها على عدد ساعات الصيام والافطار وامتى اطول يوم وامتى اقصر يوم، يعني انه اليوم مثلا اطول يوم صيام واخر يوم هو اقصر يوم صيام. هي كثير معطيات حلوه نحن بننشرها على صفحتنا، يعني دراسات حسابيه انه هيك يعني مسليه الناس بتحبها، يعني بتتابع هدول الخبريات الصغيره. يعني اليوم بدنا نقول لك كل عام وانت بالف خير، رمضان كريم على حضرتك على عائلتك، شكرا لكل جهودكم ضمن الجمعيه اللي عم تشتغلوا عليها، ناطرينكم هيك بنشاطات حلوه، ناطرينكم دائما. انت بتوجه لنا دعوه لقبل عيد الفطر ولكن ما بنروح. ان شاء الله هالسنه بنكون معكم حتى هيك نستمتع بهذا المنظر. شكرا دكتور لحضورك، بيت نهار حلو لإلك. شكرا رشا، شكرا لك، العام وانتم بألف خير، ومشاهدينا الكرام بألف ألف خير، يعني كثير حلوه على فكره الازياء الحلوه. شكرا شكرا لك، اكيد صباحنا حلو بوجودك تماما، وكل عام وانت بألف خير، وان شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بكل الخير. شكرا لك.